وضع يا اما قستات اسوء. لب عينك يا حبيبي على النظاره، انا عيوني مفقعه نوم عشان كذا ما لابس النظاره. الو لب عينك من انت ابو شهر شخبط شخبيط لخبط لخبيط لب عينك ابو شهر لب عينك. انا من اهل الرياض يا حبيبي، اصلي جنوبي انا فداك. لب عينك ابو شهر. اهلا هلا وسهلا، كيفك يا صديقي؟ طاط اللي انت ما غير ايوه انا ابو شعر ملولو. ايوه شهد سلمت ولا نسمت؟ عساك طيب. ارحبوا بالله فسخ النظارة، ابي اشوف انت السلطان الحقيقي. ما يصير يا اخي، ما يصير، من اذني بتعرفني المفروض. حبيبي انا وصلت في خمس مشيات الحمد لله على السلامة. ايش؟ انا كنت في جدة بعد دحين في خمس مشيات دوما وصلنا. خمس ايش؟ خمس مشيط. خميس مشيط. جزم. خميس مشيط. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة. سلم لي على أهل الخميس. سلم لي على أهل الخميس. لا يطلع في الكام. لا يطلع في الكام يا حبيبي. باند مش ناقصين، الباند مش ناقصين، الباند براند. اح يا البرد، شو هالبرد، شو هالبرد يا جماعة. يا اخوي سردب، لا تطلع لي اخوك في البث، ممنوع. اذا انك تشوفني من بث ثاني ممنوع. هاي ثواني، انت سلطان؟ ها انت سلطان ذاك؟ نفس الاذن معناته انا ما اقدر اتنكر. ما اقدر اتنكر. هذا المشهور يا ويلي يا امه. انت ليش ذات يا امه وراكم منصة يا بنات؟ ليش جايين تيك توك؟ وراكم منصتي يا أم. بالله أسألكم سؤال. صاحين عشان منصتي ولا مواصلين؟ لا أنا مواصلة. الله يصلح إن شاء الله. لا عادي أول صاحية. شكرا لك، شكرا على هيك على هيك اسلوب. هاي معكم سيد امبيه. فقعنا البرد يا رجال، اخلصوا. هالبرد سلطان جيب سيدي. لا يرحم أمكم، نصحت والله بتمسكني لين الظهر. وأنا رجال فاتح بث شويات كذا بس الساعة 8 تيجي.
عطني إشراف. أنت ما تشبع كل ما أشوفك ما غير تأكل وتشرب، أذكر والله خشعتك. هاي. يا الله ودي أكمل معك بس ما أقدر. يبو دخلت معك. إيش صورة الأرض؟ إيش بك متغير على داري هالأيام حبيبي؟ هي أنا ما تغير، أنا ما أتغير حبيبي، أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا ما يغيرني الزمن ولا لحظة، لكن كمية منشنات قاعد أشوفها مش عجيبة، مش غريبة، لا أقصد عجيبة وغريبة. أنت ساكن بالسعودية؟ ساكن بالرياض يا قلبي. حبيبي أنت آخ فيني طرب لكن أبو مشعل موجود موجود موجود، هذا وقته للدوام يروح ويشوفني أصارخ يا ولد. سلطان وين ما عاد تطلع مع الشيخ؟ ألو يا أخي، ابن أختي من متابعينك ويحبك كثير، هسه أنا فاتح لايف قاعد بجنبي يقول هذا عرفه طلعني وياه. حبيب قلبي أنت وياه حبيب. سلم عليه سلم عليه. تعال أمير. اسمك؟ مستحي اسمه أمير. أمير يا أمير لب عينك يا أمير. حبك يقول يا أخي، يقول هسه أنا قلب بالقستات يقول هذا عرفه طلعني معه. خذ أحلى بوسة يا أمير لب عينك. إيه وني بوسني. مو يبوسك انت، انا قاعد ابوسه هو يبوسني انا المفروض. ايش شلاق هذا؟ طب انا لازم تبوسني. الله يستر عليك يا سعد دينك. هاي بوسك مني إله يا حبيب قلبي، نورتنا وشرفتنا والله. من وين راح؟ هي السعوديه هو صح؟ السعوديه. الله يسعدك. هي يا اخي يعرف تفاصيلك اكثر منك. ما شاء الله ما شاء الله، الله يسعده يا رب يخلي لكم قلامين. الله يسعدك ويطول عمرك، تشرفت فيك. ايه ده حبيبي من سوريا؟ لا اردنيه. اردن لبعينكم، سلمنا على اهل الاردن. تعال خلنا نعزمك على منسف ان شاء الله، خلي كورونا تروح الله لا يوفقها. والله ونعم. الله يا اخي تشرفت فيك ويلي الشرف، وهاي فولو هاي تابعتك وراح اصير اتابع بالثالثه ان شاء الله حبيبي. الله يا حبيبي يعزك. لا انسى هذه اللقطه التاريخيه. شوف 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 كيف الله يجوزك يا زلمه. شوف ايش يجيني عندك عمال يهربوا ويسوون مشاكل. عطتها عطتها كلمه وراحت. عندك صبح من وين هسه؟ فرصه سعيده يا حبيبي، انا في البيت. الله يسعدك، فرصه سعيده والله. طبعا الليل بعد الليل. ها بعد ان الليل ليش عندك صبح؟ عندكم ليل عندنا صبح في السعودية. انا حبيبي يسعدني ربكم يا زلم والله. اخواتنا حبايبنا فرصة سعيدة يا حبيبي. الله يسعدك عليكم. راسي على راسي. موفق يا حبيبي موفق. أبو من جمعكم يا سلق. صباح النور والسرور. صار على التوثيق السناب إن شاء الله أسبوعين هذه، بس يعني مبدئيا قالوا لازم تكثر سنابات، وأنا والله ما شو أسوي، صور ولا أفتح بث ولا نام ولا داوم ولا نزل في اليوتيوب شو أسوي يا أخي؟ والله انهلكت قسما بالله، انهلكت كمية ضغط ما هي طبيعية. الله يقدرنا، قولوا آمين بس الله يقدرنا. الله يعيننا يا رب، قولوا امين. كمل نومتك كمل نومتك.
نايم سو كذا. ايش فيك جاك لاك؟ من وين اللي؟ عارف؟ مبروك التوثيق، الله يبارك فيك حبيبي. لا باقي ما توثقنا يا حبيبي، كنا سام برو. اي والله حبيبي ما توثقنا، باقي ان شاء الله نتوثق في السناب ونحن صوتك واطي. الو اهلين. حبيبي انت وينك من زمان؟ الريم العشيري من هذه، هنجرب من هذه. أهلين. وش تسوين؟ أبد جالسة. ها؟ ولا شيء. بنت. أهلين. صباح النور. صباح صباح إيش هذه؟ وش؟ يدي رب اني ما شفت غلط. صباح الخير. صباح النور. انت تراك على الهواء مباشرة يعني اذا ما تدري. اي ادري. ليه انت بكامل عقلك بكامل قواك العقلانية؟ ليه وصاير؟ ما صاير شيء، بس يعني ما ادري يعني. شوف الخاتم لو سمحتي. ما شاء الله حبيت من الهزاز. ايش فيه؟ من الهزاز. الله لا يوفق هذه رجلك، الله لا يوفق ان كان صادقه. اهلين. والله انا فكرت الكاية طلعت شغالة صيد، شغالة صيد في الشقردادية. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يكفينا، الله يكفينا. اكتشفت حاجة ما هي حلوة يا جماعة وبتكلم فيها بصراحة، واللي بيزعل يزعل واللي بي 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 بي. أنا ما أشرح والله العظيم يا جماعة الخير كلمة حق، أنا ما أشرح ولا أنقد ولا أزعل إلا على البنت اللي تفتح بث وحاطة حاطة الجوال على سيقانها، ولا مثبتة الجوال مطلعة طرف المأخوذة حلو وساكتة ومشغلة أغنية وما غير. قل عندها مرض، قل عندها حالة نفسية عادي. اللي يقهر اكثر وشو؟ اللي يقهر اكثر الشقر دادي ابن الشقر دادية اللي قاعد يدفع، قاعد تدفع على سيقان، على سيقان. يا ارحم امك انا اطلع لك سيقاني كل يوم. ما تعال هي جالسه بارده مبرده كذا زي اختنا في اللي قبل شوي، حاطه كذا رجلها ويلقمي دعم، القمي الاول. يما قبل يما 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 منصتي يمو. لا من جد من جد، لا 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 اكيد فوتوشوب يمو. من جد من جد amazing يمو، قسم بالله قلبي يمو. اول مره اول ما اطلع مع مشهور تكفى. لا تسوي الخاقص يما يما. دقيقة انت سلطان؟ لا والله. شوفي انا ولا لا يما؟ انا ولا قلبي يدق بسرعة. دربك 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 بسرعة قسم بالله قلبي قاعد دربك دربك. والله العظيم
يا الله قاعد يدرب. ترى انا كنت قبل شوي في بثك طلعت كنت يمكن يقبل قست، بس يما يما لا وربي مو طبيعي. الله يسعدك انا تابعك والله يما بنات اخ قلبي قسم بالله يوجعني. انا قلبك مالك عجزت يا اخي صدق يما يا ربي. فهمنا والله فهمنا انه انا وفهمنا انه انت وفهمنا انه طلع لك اسم بعض. خلاص خلاص والله دريتها. ليش صاحي الحين؟ قاعده اسوي لي ندوم والله قاعده اكل لي ندوم قسم بالله. يا عمر ندومي وملعقه جنيه والله شو اسوي يلا والله عاد جوعانين. الشوك الصينية ذي اقول لك شيء بس خفت تزعل. اسمعي ترى هذه ياكلون بهالباستا ما ياكلون بها. يلا يلا عادي عادي اسلك. ها خاف يلغي القست. اذا سب وكلام وسخ لا تقولي لانه في لا لا وش دعوه سب وش دعوه وش دعوه موت ولا سبك. ها والله مسترين تصلحون بعض. ترى مبين مرة مرة مبين ترى. ألو 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 هلا هلا نسمعك. ما في صوت من جد والله. دقيقة لو سمحت عندي اتصال تسمحي لي أكلم. ألو شوف أنت حط خلفيتها. حياك الله. اسمع 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 دقيقة دقيقة ترى عرسكم علي أوكي. تكاليف كلها علي. زواجكم علي إيش رأيكم؟ تم تم مربي زواجكم علي ما عليكم. تم كل التكاليف عليك؟ كل التكاليف ما عليك. بس هي الحين الحين تركي شلون تفهم عليها الكلام؟ ما عليك نعرف لغة الإشارة زين. قسم بالله ترى باين يعني والله ارحم البنت. انت ليش تجرحها؟ انت ما في قلب؟ تفو عليك. انا ايه تجرحها حرام عليك والله. سيلين قلب طيب انثى. لا لا امزح امزح. ترى الفكرة ترى امس فاتحة بث مع عادل. استغفر الله انا ما ادري نزوجكم انت ولا نزوج العادل ولا انت واضح انك سوسة ودبوس. لا 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 اش دعوة اش دعوة من السوسة. شكلك اللي يحاولون يشبونها بيننا. اش دخل ما له دخل. الفتنة اشد من القتل. اش دعوة يا مالك يا والله ربي صوتي احم مبحوح. أيوة أشرب قهوة. سواتنا الحيوان أقول أروح جيب لي من ستاربكس يقول أنا بنام. ودي كذا خلط ودي كذا خلطة مع ندومي بشوف شي يطلع. الله يستر عليك. وش كذا أكل ندومي وأشرب ستاربكس أحس أنا كذا نفسك ندومي وقهوة على الصبح. بس بجرب أبي أجرب بس. شكرا لك على التجارب هذه. لا 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 دقيقة دقيقة ترى من جد من جد احس انه حلو قسم بالله. انا اول تريني فتحت البث بس عشان بشوف اقدر اطلع معك قست ولا لا. جيت ادور 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 لقيت انت قلت يمكن هذا فانز لك يمكن حاط افتارك. يوم شفت النجم الصح قسم بالله قلبي حطيت هذا شو اسمه اللي المهم حطيت هذا الأزرق الأحمر الدعوة زين. شوف اللي أنت تطلع قسم بالله ترى أول مرة بحياتي أطلع مع مشهور لي الشرف والله العظيم. الله يرضى.
تكفى 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 تكفى، سوي فولو الله يخليك، بصور بقهر مريم تكفى. أنا مريم مش دخلها في الموضوع. لا اترك اترك، بس سوي لي فولو الله يخليك تكفى، بقهر صديقاتي تكفى الله يخليك. دايما يكروني يقولون شو يقولون، آه شوفي مدري وش سوى لنا فولو، شوفي تشارلي سوت لنا فولو مدري وش. تشارلو لحيك، تشارلو لحيك، إيش جاب لك؟ إلا صديقتي، صديقتي فانز لتشارلي وسويت لها فولو. رب يلا 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 ما نسوي فولو. الله يخبرني. خلاص يلا لعيون سيلين سو فولو. ايوه يلا 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 امانة تكفى امانة. مين؟ لعيون سيلين. لعيون مين؟ سيلين. لعيون سيلين؟ ايه يلا سو فولو امانة، قسما بالله ان شلت لا اعلم سيلين عليك. سوي ماسك علي. اي لا تشيل فولو يلا سوي يلا ضغطة تزرف يلا. لعيون مين مرة ثانية؟ سيلين الحب خروف درر. قسم بالله الخرفان اللي زيك اهنيهم والله اعطيهم تاج. سود الله وجهش. سود الله تقول. يلا 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 سو فولو أمانة. شفت ترى ما سويت فولو خلال 3 ثواني ببكي. شوف هذه مني ترسل ريم ترسل ترى والله لبكي. أنا ما أقدر والله ما أضيف خفيفات زيك. أنا خفيفة، أنا خفيفة يا خروف، أنا خفيفة ولا أنت الخفيف؟ رح لي كل شوي تسوي لي قسط مع سيلين بس. أنا أحبك، أنا أحبك. لا تنضغطين، أهدئ أهدئ. أنا خفيفة. إيه خفيفة. أنا ماني خفيفة. من قال؟ بدل لو أنا خفيفة كرهت حبيت، الحمد لله ما عمري بحياتي حبيت، وأنا سينجل وافتخر إني سينجل ولازم السناكل يعطونهم تاج. أنا ردا قلتي انت خروف. انا على الاقل انا خفيفه ماني خروف، اروح كل ما سوت سيلين بس اروح اسوي لها دعوه اسوي معها بس واغار من عادل وما ادري وش. خفيفه نفس الخروف. ترى على فكره شايفتك بواجهه الرياض. ايش المطلوب؟ شفتك وانت ترقص عند النافوره كانك مجنون. يو ترقص كذا قسم بلا حتى صورتك كنت بتصور معك بس امي قالت لي لا تصورين امشي يلا خلينا نمشي يعني عادي. تثبتين لي انك خفيفة. دخل ربي تقهر لا تصير عاد متكبر يلا سو فولو اخا متكبر مزح. شوف شوف, شوف شوف انا عندي صديقة اسمها دلال اوكي والله لا كره لا احرق ده لا خليها ما تنام الليل من الكهر يلا سو فولو امانة. أنا أبي أكثر دلال، أنا أبي ما خليها تنام الليل إلا وهي مكهور كذا كذا مكهورة مكهورة. آه فهمت إيش تبي أنت، تبين أطلع ظفري نفس اللي تو اللي جايبت لك خف. شكرا شكرا البوسة يا ربي بصيح شكرا خلاص. صلي على محمد. أنت قبل شوي تقولين مريم الحين صار الدلال معها. إيه صديقتي دلال أكرهها. آه صدق لك ابي انت بينا طلع بس ترى ظفري يعني تابان توني قصته. لا طلع طلع ما شيء لا طلع طيب عليك. اصبر اصبر بس اطوله استنى 5 ايام اطوله واركب له اظافر وخلاص يطلع احلى ظفر في الحياه. في 5 ايام يطول الله يستر عليك. مش يا لا تقول دي الكلمه حسست اوه سلمان هذا صار. مع السلامة مع السلامة. وقت انتهى. الله يستر عليك يا بنت الله يستر عليك. ما لا موافق الله يستر عليك يا أخي أنت إنسان متكبر معليش. كبروا لحيش.
سويت لها جماعة بالله. خلوني أكمل الكلام هذا، والله غابني، والله غابني يا جماعة، أقسم بالله حرفيا يوميا يوميا أدخل في الإكسبلور حقت البثوث وأدور قسما بآيات الله عدد البنات اللي فاتحين بث بدون أدب وبدون حياة وبدون شرف، أقسم بالله أنهم عدد مرعب حقيقي. وأنتم أنتم كمتابعين ترى في ناس أطفال، في ناس كبار، في ناس وسط. يا أخي لا شفتوا بثوث زي هذه سووا لها باند، يعني إحنا نطلع نتكلم قد ما نقدر نحاول نسيطر على المحتوى أنه ما نطلع برا الكلام وننحرف. أنتم شايفيننا هنا الناس اللي تبث، أنا إنسانة بث يوميا 3 ساعات، قد ما أقدر أحاول أمسك لساني، شيء طبيعي بزل بحرف بكلمة بكلمتين بأزل، شيء طبيعي بني آدم في الأخير. البرامج الثانية كلامهم كلام منحط، أقسم بالله وأنا فاتح بث أني أراعي شعور أنه في بنات صغار يتابعوني، أراعي شعور أن في أطفال يتابعوني. تيك توك هدف الفئة اللي في التيك توك الأطفال، عدد إذا ما أقول لك 60% كلهم أطفال، 60% إلى 70% أطفال. فتخيل طفل يدخل يتمشى يلقى بنت جالسة عارضة نص جسمها من الطرف مطلع الماخوذة والخرفان حاطين دعم، والله ما يصير. أنتم إذا عطيتوا باند، أنا أقسم بالله أي واحدة شوفها كذا أعطيها باند باند باند، لأن الحساب موثق يعطي باند معناته أنه شيء مهم، شاف شيء غلط. تلقى بنت جالسة أهلها ما يدرون عنها، والله ما حد يدري أنها فاتحة بث من أهلها، طلعت لي كتفها مع شوية خصر مع شوية فخذ مع شوية رجل، ويجيك شبر دادي قاعد يكع يعطيها بوسات وأبراج، بوسات وأبراج. أفرض طفل مر، ولد صغير مر، بنت صغيرة مرت، ممكن تشوفها تقول أوه فاتحة بث كذا، يلا إن شاء الله لو بعدين طلعت أفتح بث زيها، مو حلو. وتلقى بثها 3000 2000، سو بلاغ يا أخي، حرام والله حرام. حنا نتعب ونتكلم وأدب وأسلوب واحترام ويجينا باند، هذا إحنا ما غلطنا، جانا باند كيدي من الناس المقهورة. طيب هذه اللي عارضة جسمها اللي تدور شقر دادية ذولي، ليش ما حد يبندها؟ ليش أدخل عندها؟ أقسم بالله أدخل عندها، اللي يدعمون كلهم كبار واللي في الكومنتات كلهم صغار، أدخل أنا على حساباتهم اللي يكتبون، اللي كاتب يا لبي، اللي كاتب يا زين، كل وادخل تلقى ورع مصور يده، مصور يده في الفيديوهات صغير باقي. اخي اعطوهم باند، للمعلومية 100 باند في البث يتقفل دايركت، 100 باند مثلا حطيته 100 باند شكوى مثلا تحرش يتقفل على طول. شلون تسوي الباند؟ علامة السهم اللي تحت، بلاغ، كنت تبي تسوي مشاركة سوي بلاغ، اكتب انه تحرش ولا سوء، في مكتوب خانة، عدم احترام الفئة العمرية، سوى لباند يا أخي. حرام أقسم بالله أني مقهور، والله والله أني مقهور، والله أني ألقى بثوث أصور الشاشة أسجلها وأرسلها في الجروب حق التيك توك الإدارة، وأرسلها أقول يا جماعة الخير والله ما يصير كذا، وألقى فعلا يحترمون الكلام اللي أقوله ويحترمون وجهة نظرنا إحنا كشعب خليجي سعودي، أنه هذا عيب عندنا مو بزي برا السعودية، صح في انفتاح، ولكن مو للدرجة هذه أني أعرض جسمي قدام الناس عشان ألقى لي فلوس ولا ألقى لي ناس تراسلني، ما أدري. أنا أشوف هذا كوجهة نظري، أنا أتمنى منكم أنكم إذا شفتوا شيء زي كذا تبندون. راعوا مشاعر في أطفال يدخلون، صح أن التحديث الجديد ما قصر، طير فئة الأطفال، صاروا ما عاد يشوفون، صار ما عاد يفتحون البثوث، صاروا ما يقدرون يدخلون على مقاطع لأعمار كبيرة عشان المحتوى يكون مناسب لعمره. أنا ودي أنزل مقطع أوريكم إيش مكتوب، أقسم بالله يا ورع صغير معلق على حساب وحدة منزلة بس في لابسة عباية وفكر من هنا مطلع جسمها، والله أنا معلق كتب يزينك، وادخل على حسابه أقسم بالله أنا أصغر من ميمي أختي، ميمي أختي الزبدة. إذا ما عرفتوا طريقة تحت ما في علامة سهم، كأنك تبي تشارك البث، اكتب إبلاغ بعدين اختار نوع البلاغ. إذا اتفقتوا كلكم 100 شخص على بلاغ معين يتقفل البث.
يا أخي راقب بثوثك بالأول. صح، أنا أقول لك أنا إنسان ماني براضي بالمحتوى هذا حقي، أنا أول واحد يعترف أنا محتواي ماني راضي فيه حق البث القستات، بس انجبط كل يوم أطلع وأقول نفس الكلام، أنا إنسان ماني براضي بالبث حقي لما أطلع مع قست بنات. مو هنا يعني قصد تبلغون انتم تقلبونها علي انتم؟